القوة في المسيحية هي قوة داخلية روحية في الأول، جايز يكون لها مظاهر من برة، لكن هي أولا قوة روحية داخلية، قوة في القلب، قوة في الروح، قوة في الفهم، قوة داخلية، وأيضا قوة من الله، يعني ليست هي ذراع بشري قوي، إنما هي قوة من الله. وثالث حاجة قوة تستخدم بطريقة روحية. يبقى واحد قوة داخلية روحية، ثانيا قوة من الله، ثالثا قوة تستخدم بطريقة روحية. دي القوة المسيحية.